لازم يحل بالرغم من وجود الصراعات الدائمة أو المزمنة. من خطر الصراع لازم يكون في اتفاقية، لازم نحل، لأن لو ما حلينا هذا الصراع ممكن المؤسسة نفسها ما تستمر. أيضا من خطر الصراع إنه بيترتب عليه تكاليف وأعباء باهظة، يعني الناس بينصرفوا عن الأداء أدواره الأساسية، وده بيكلف المؤسسة كثير جدا. هذا الصراع مستويات، هناك أربع مستويات للصراع. ممكن الصراع يكون على مستوى الفرد، ممكن يكون على مستوى الأفراد، ممكن يكون على مستوى الجماعات، ممكن يكون على مستوى المنظمات. الصراع لما يكون على مستوى الفرد، ده الواحد مننا لما يكون عنده أهداف كثيرة، أهداف كثيرة عايز يعملها وغير مرتبة، عمل أول شنو أسوي أول شنو، يحصل صراع داخلي. لما يكون مكلف بدورين في المؤسسة والدورين أو أكثر من دور وفيه تضاد، بيحصل له نوع من أنواع الصراع، عمل أول شنو، ده بسموه صراع على مستوى الفرد. إن كان صراع الهدف ليس صراع النفس زي ما قال كلون. أيضا دائما الشخص منا لما يكون عنده أهداف متعارضة بتحصل له نوع من أنواع الصراعات. في نوع ثاني من أنواع الصراعات أو مستوى ثاني، مش نوع، لأنه أنواع الصراعات بعد شوية حشوف هذه مستويات الصراعات. في صراع على مستوى الأفراد، ده لما يكون في إشكالية بين الفرد ورؤساءه أو الفرد والمسؤول منهم أو الفرد وزملائه، ده اسمه صراع على مستوى الأفراد. تكون عندك صراعات مع العاملين معك أو المسؤولين منك أو زملاء. المستوى الثالث من الصراعات على مستوى الجماعات، وده بينشأ دائما بين الوحدات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة، إن كان على مستوى الرأسي أو الأفقي، إن كان على مستوى نفس الإدارة نفس المستوى الموجود فيه أنت. طبعا المستويات الإدارية ثلاثة، إدارة عليا أو وسطى أو دنيا. يبدأ هناك صراع بين الإدارات المختلفة باختلاف المستويات، يكون فيه إشكالية مثلا صراع على الموارد اللي حكينا قبل شوية، يكون مثلا جات كمبيوترات للمؤسسة، ناس الإدارة المالية عايزين منها، ناس الإدارة التسويق عايزين منها، ناس الجودة عايزين، ناس المشتريات عايزين. يبقى ده صراع على مستوى الجماعات داخل المؤسسات، دائما بياخد يكون فيه إشكالية بين الإدارات المختلفة داخل المؤسسة. ايضا من مستويات الصراع ممكن يكون الصراع على مستوى المنظمات، وده دائما بينشا لما يكون في صراع بين المؤسسه ومؤسسه اخرى، بين المؤسسه والقطاع اللي بتعمل فيهم، بين المؤسسه وبيئته الخارجيه، ده بسموه صراع على مستوى المنظمات. يبقى مستويات الصراع اربعه. واخر كلام يا شباب، لا مين قال لك المواطن شنو يا بس رشيدي؟ ليش المواطن علمنا المواطن ايش؟ لا كتبت لا يا شوي واضح تاني بزال بشكل ثاني. لو في هذا واضح لو شيء انا جالس ناس توضح لي. لما تحفظ اسماء العلماء يا اسراء. مراحل الصراع، الصراعات اي كان نوع تاخذ زي اربع مراحل، في مراحل كثيره لكن يعني ما في اتفاق حول مراحلها. الراسي والافقي يا رنين، ده المستويات الاداريه في المؤسسه ثلاثة مستويات، مستوى الإدارة الدنيا، مستوى الإدارة العليا، مستوى الإدارة الوسطى. لما أتكلم عن رأسي معناتها ممكن يكون الإشكالية بين المستوى الأول الإدارة العليا والإدارة الدنيا. لما أقول أفقي في نفس المستوى يكون في إشكالات، إن شاء الله يكون واضح يا رنين. كثير طريقة الأسئلة أنا بعطيك كل مرة كويزات ومعطيكم تكاليف.
بطريقة الأدمية. هذه التكاليف الكويزات هي عبارة عن اختبارات سابقة، بالرغم أنه يتغير طريقة الاختبارات كل ما ذكر سيدي أصبح غير موجود. انتوا خلونا كيف يجي الاختبار دي، انا كل يوم كل محاضره بعطيكم كويز عشان كيف يجي الاختبار. شباب انا لما اسال اقول الموضوع ده واضح ولا ما واضح، انا بقصد الموضوع اللي موجود امامك عشان ما تسال اسئله خارج النص. الماده اللي انا بدرس فيها الان اول موضوع بسال هل واضح ولا ما واضح. انا الان عم اتكلم عن مراحل الصراع، بعد ما اخلصها بسال عشان ما تسال من اشياء غير. يعني يبقى هذا الصراع عنده مراحل. مرحلة الصراع الكامل هنا قد يكون في اختلاف بين وجهات النظر بين شخصين او اكثر، بحيث بانه كل شخص ما متقبل الاخر، وده صراع كامل. مرحلة الشعور بالصراع هنا بمجرد ما اشوف الشخص ده يستولي نوع من القلق والتوتر وكذا باطراف المصارعة. المرحلة الثالثة هي مرحلة صار الصراع، ويبدا الصراع علني ومعروف وكل طرف بيحاول يلحق الضرر بالطرف الاخر. مرحله ما بعد الصراع ودي هنا بيتطلب تدخل اداري لانك تصلح الحال، يجيبوا الناس يجيبوا الاشكاليه وين عشان نزيل هذا اللف. يبقى دي المراحل المرابيه الصراع. في حاجه عندي سؤال؟ واضح كلامنا؟ ما هي آثار الصراعات؟ هناك آثار إيجابية وآثار سلبية للصراعات. المعروف إنه في آثار سلبية، لكن ما هي الآثار الإيجابية؟ من المزايا لهذه الصراعات إنها بتبرز القدرات والاستعدادات الكامل عند الناس. يعني الناس تبحث عن حلول، بالتالي تخلي الناس مبدعين، تبرز قدراتهم للتعامل مع المشكلة، إتاحة الفرصة للنقاش، ده بأثار إيجابية. ايضا من الاثار الايجابيه شاهدت الفرصه للنقاش، ايضا شحذ همم العاملين للابداع والابتكار لايجاد حلول. عربيه شحذ كيف يعني؟ استغفر الله العظيم منها شحني كيف؟ شحذ معناها تحفيز يا اخي، زي ما قال بدري شغليك. قال لا لا شغليك شغليك شديد. قال لا 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 الاثار السلبيه للصراعات هي بتدفع هذه الصراعات العاملين لسلوكيات وتصرفات غير مسؤوله، ممكن تلحق الضرر بالاخر. ايضا من الاثار السلبيه
حاصل شنو في الانترنت؟ شي غريب يطلع النظام ويدخل ثاني، شي غريب جدا. بالآثار السلبية لهذه السرعات إنها بتبدد طاقات العاملين في أشياء غير يعني ما محتاج عليها المواصلة، الناس تهاوشون. بيبقى دي الآثار السلبية والإيجابية للسرعات. واضح الكلام يا شباب؟ كيفية إدارة السرعة وأساليب الحد من هذه السرعات، كيف ندير هذه السرعات؟ أي سرعة بيحدث لازم نحدد أسبابه ونعرف أهدافه ومشاعر الأطراف. ليه أنتم متهاوشين؟ ليه؟ ما هي المشكلة؟ أيضا نحاول نتواصل مع الأطراف المتصارعة بحيث أنه نصل لحلول طرد لكل الأطراف، التوصل لحلول حقيقية، ومن ثم محاولة توجيه هذه الطاقات اللي انتم بذلتوها في الصراع لمصلحة المؤسسة. أما أساليب الحد من هذه الصراعات بيتمثل في وضع أهداف مشتركة الناس تتفق عليها عشان ما تحصل صراعات، ما يحصل تداخل، ما يحصل ازدواج، ما يحصل شوفات. لازم الناس تكون متفقة على أهداف محددة. إجراءات أو إجراء التغيرات الهيكلية في هيكل المؤسسة بحيث إنه نعمل توصيف جديد لأدوار العاملين داخل المؤسسة. ما يكون في ازدواج، ما نخلي شيء يحدث معه أي نوع من أنواع النزاعات أو الصراعات. أيضا استخدام الأساليب الإدارية والسلوكية والقانونية، حتى ولو استخدم أساليب القانونية اللوائح المنظمة للسلوكيات العاملين في المؤسسة. ده السرعة. واضح الكلام يا شباب؟ دي أساليب الحد من هذه السرعة. ده الموضوع الأول، الصراع التنظيمي. الموضوع الثاني اللي هو القرارات أو اتخاذ القرار. ما هو القرار؟ دائما بأكد مع بدايتي موضوع لا تحفظ أسماء العلماء. طبعا بقول الكلام ده وبعد شوية يدخل علي واحد يقول لي يا دكتور نحفظ اسم العالم ده، يعني شيء غريب يعني، لازم امتزاج. لكن لا تحفظ أسماء العلماء، أفهم التعريف، لا تحفظ التعريف، أفهمه عشان بيساعدك في فهم الموضوع ككل. يبقى نفهم ما هو القرار، عبارة عن اختيار اختيار بين بديلين. يا بندر ممتاز، اختيار بين بديلين او اكثر. كيف نصل للحل؟ يعني ده بيترتب عليه انه القرار هو عملية ذهنية تفكير للوصول للقرار المناسب. انه القرار بيقوم على اساس الاختيار بين عدة بدائل. يعني الان موجود انا داخل غرفة عايز اطلع، لو الغرفة دي فيها اكثر من مدخل او باب، نبقى انا مضطر اتخذ قرار اطلع بالباب ده ولا الباب ده ولا الباب ده. لكن لما يكون باب واحد ده ما قرار، ده بد لابد منه. بيبقى القرار لازم يكون في اكثر من بديل، عدة بدائل. نفهم ايضا ان هناك هدف او غاية من وراء اتخاذ اي قرار، مفروض يكون وراه غاية او هدف. نجمل الكلام انه هذا القرار هو عبارة عن اختيار بديل معين لحل مشكلتنا من بين عدة بدائل مختلفة. واضح كلام يا شباب؟ هذه القرارات انواع، هناك انواع كثيرة جدا من القرارات. في قرارات مبرمجة، قرارات غير مبرمجة، قرارات استباقية، قرارات ردة فعل، قرارات استراتيجية، قرارات ادارية، قرارات تشغيلية. ما هي القرارات المبرمجة؟ القرارات المبرمجة دي المتفق عليها بشكل مسبق، دي قرارات روتينية، قرارات مكررة. دي بتكون زي خطة، معروف انه يوم كذا نعمل كذا، يوم كذا بيحصل كذا،
يوم 25 أو يوم 30 بينزل المرتب، ده قرار لكن ما بيصدر. معروف العمل يبدأ الساعة كذا، ينتهي الساعة كذا، هذه قرارات روتينية مبرمجة. في قرارات غير مبرمجة طارئة ما بتنفع معها الإجراءات أو القواعد المحددة في القرارات المبرمجة، فهي بتظهر طارئة. حصل انسحاب للشركة أو حصل إشكالية في مصنع الشركة، حصل إشكالية في منتجات الشركة، إيه تجي مفاجأة. دي نوع من الغرائز اسمها غرائز استباقية، والغرائز الاستباقية دي بنتخذها قبل حدوث حدث، قبل وقوع الحدث نفسه، يعني وقائية، متوقعين انه يحصل كذا وكذا بنتخذ قرارات استباقية. في قرارات ردة فعل، ودي بتكون نتيجة لشنو؟ لتغيرات حصلت في بيئة المؤسسة. انسحب الشركة، دخل الشركة بمنتج جديد، او مثلا في شركة نزلت اسعار منتجاتها، فدي انا بنزل منتجات، دي قرارات سموها ردة فعل نتيجة لشيء حصل في بيئة الشركة الخارجية. في قرارات استراتيجية، ودي قرارات بتساعد الشركة في حل مشاكلها المستقبلية. وفي قرارات إدارية، ودي القرارات المتعلقة بالمشكلات الروتينية اليومية داخل بيئة المؤسسة، نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. وهناك قرارات تشغيلية، ودي قرارات بتعنى بالدرجة الأولى بكيفية الاستفادة من مواردنا، تلقاها في المستويات الإدارية الدنيا، فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا. في أشكال كثيرة جدا من القرارات، لكن نجملها في الجمع: قرارات إدارية، تشغيلية، استراتيجية، ردة فعل، قرارات استباقية، قرارات مبرمجة وغير مبرمجة. واضح الكلام يا شباب؟ هذه القرارات أي كان نوعها، هذه القرارات أي كان نوعها، أي قرار بيتخذ في ثلاث ظروف: ظروف التأكد، ظروف المخاطرة، ظروف عدم التأكد. لما أقول قرار تحت ظروف التأكد، ده معناته كل البدائل واضحة بالنسبة لي، وتكلفتها واضحة، ومردودها واضح، ونتيجتها واضحة. ده قرار بيتخذ تحت ظروف التأكد. معروف إنه أنا لو 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 لو, لو مثلا حاولت أقطع الطريق في الزحام بتاع أو في شارع، حاولت أقطعه برجلي سيرا على الأقدام في شارع سريع مع حركة سريعة للسيارات، ممكن مؤكد تخبطنا السيارة. ده قرار في ظل أو تحت ظرف التأكد، أيوة مؤكد. أما النوع الثاني ظرف المخاطرة، ده بكون البدائل معروفة، ممكن أعمل كذا وكذا، لكن النتيجة مشكوك فيها، مو معروف نصل ولا ما نصل، يقول لك أنا بعمل العين. أما ده في ظل المخاطرة. أما النوع الثالث اللي هو عدم التأكد، البدائل نفسها غير معروفة والنتيجة غير معروفة، العوائد غير معروفة، مو معلوم، مو معلوم، ايه ما في معلوم. فدي الظروف اللي بتاخذ فيها القرارات. اي قرار اي كان نوعه عشان يطلع بشكل جيد، استعداد، نعم، خطوات استعداد، نعم. لكن انا ما ممكن اقول لك، اسالك سؤال محرج يقول لك الخطوه الثالثه والخطوه الرابعه، لكن ممكن اقول لك من خطوات اتخاذ قرارات كذا تفهم عشان تقدر تميز يا اسماء. ايوه، يبقى ندرك مشكلتنا، هذه الخطوات. ما هي مشكلتنا؟ انا بتكلم عن ادراك المشكله، ما هي اعراضنا، ما هي مشكلتنا، نعرف المشكله بالنسبه لنا، نشخصها. الخطوه الاولى نحس ان هناك مشكله، ومن ثم نعرف هذه المشكله، نشخصها. الخطوه الثالثه نجمع البيانات والمعلومات المرتبطه بهذه المشكله،
الخطوة الرابعة نحلل هذه المعلومات والبيانات عشان نصل لبدائل للحلول. الخطوة الخامسة نحدد بدائلنا لحلولنا ونقيم هذه البدائل عشان نختار الخطوة السادسة البديل الأمثل بعد ما نكون قررنا كل بديل كل البدائل مع بعض من حيث المزايا والعيوب نختار البديل الأمثل. خطوة سابعة نطبق البديل الأمثل ونقيم تنفيذنا هل وصلنا أم لا. دي خطوات اتخاذ القرار. أي حاجة خطوات تحفظها، لكن أقول لك أنا ما ممكن أنا أقول لك الخطوة الخامسة أو السادسة. بالتالي مفروض لو عايز تحفظني احفظني بشكل أو بآخر، هي أصلاً تغضب عنك هتحفظني لو رتبتها في راسك هتحفظني. لكن السؤال ممكن أقول لك من خطوات اتخاذ القرار ما يلي: إدراك المشكلة، التجانس، الابتعاد عن الحلول. كل ما ذكر صحيح مثلاً تلقى نفسك أنت بتجاوب إدراك المشكلة وهكذا. ما هي المؤثرات القانونية أو المؤثرات السلوكية؟ لما الواحد فينا يتخذ قرار أو متخذ القرار، دائما لما يتخذ القرار بيكون هناك مؤثرات سلوكية تؤثر في القرار. شخصيتك بتأثر في القرار، القيم قيم الفرد واتجاهاته تؤثر في القرار، الدوافع تبعه تؤثر في القرار، المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية تؤثر في القرار، الالتزامك واحترامك تؤثر في القرار، قدراتك العقلية والتحليلية تؤثر في القرار، الحذر يؤثر في القرار، المخاطرة تؤثر في القرار، التفاؤل يؤثر في القرار، الاعتماد على الغير يؤثر في القرار، مستوى الطموح الموجود عندك يؤثر في القرار، ثقتك بنفسك تؤثر في القرار، الإبداع ما تمتلك المواهب أيضا يؤثر في القرار. إذا الشخص مننا لما يجي يتخذ قرار هناك العديد من المؤثرات السلوكية تؤثر على هذا القرار. شخصيته، واضح الكلام يا شباب؟ يبقى أيهما أفضل، الأسلوب الجماعي أم الفردي في اتخاذ القرار؟ هناك مزايا للأسلوب الجماعي وعيوب. ما هي مزايا الأسلوب الجماعي في اتخاذ القرار؟ في شورى، مبدأ الشورى، التأكيد على مبدأ الشورى، الوصول لقرارات أفضل لأن هناك بدائل كثيرة، كل واحد بيد بدلوه، نصل لقرارات أفضل. دائما القرار الجماعي بيكون يتسم بالقبول لأنه صادر من المجموعة، كل الناس يتنفذ. أيضا هناك ارتفاع للروح المعنوية للأفراد لأنهم كلهم ساهموا في اتخاذ هذا القرار. يبقى دي مزايا الأسلوب الجماعي. أما عيوبه بيستهلك وقت طويل جدا، كل واحد عايز يجذب بدله، ممكن تكون محتاج، ممكن القرار يكون طاري. فمن العيوب الأسلوب الجماعي بياخذ وقت طويل. أيضا الهيمنة، بعض الأشخاص قد يهيمنون على الرأي. يبقى هو قرار جماعي لكن ما كل الناس يعني التصرف، يعني ناس يهيمنوا على الآراء، ما يخلوا كل الناس ياخذوا فرصته، يكون حضرت الفرصة في شخصين أو ثلاثة. أيضا من عيوبه التأثير بما يسمى بالتفكير الجماعي، بمعنى أنه في ناس قد يكون ضد القرار لكن بس ما عايزين يشقوا الصف يمشوا. أيضا من عيوبه تشتت المسؤولية، ما بكون مين المسؤول منه. القرار لما يكون فردي معروف المسؤول منه عادل، لكن القرار لما يكون جماعي مو معروف المسؤول منه اللي هو المجموعة كلها. الهيمنة زي ما قالت سارة سيطرة، يعني سيطرة. يبقى سؤالنا، ما هو الأفضل، الأسلوب الجماعي ولا الفردي؟ يبقى الموقف هو اللي بيحدد. إذا كان أنت راغب في الوصول لبدائل كثيرة أفضل الجماعي، يعني حسب زي ما قلت. إذا كان عندك وقت
قصير لمناقشة المشكلة أفضل الفردي، الوقت الطويل أفضل الجماعي، المعلومات المتاحة عايز معلومات كثيرة أفضل الفرد أفضل الجماعي وهكذا، عايز المرؤوسين كلهم يطيعوا القرار أفضل الجماعي يشاركوا. في حاجة لإيجاد معلومة على التفاعل بين العاملين أفضل الجماعي، الحاجة لتلاحم أعضاء المجموعة أفضل الجماعي، الحاجة لتطور أو تطوير قدرات العاملين ويشاركوا في اتخاذ القرار أفضل الجماعي، تجنب ما يسمى بحدوث صراعات مثلا أفضل الجماعي. يبقى على حسب واضح الكلام يا شباب؟ واضح يا شباب؟ احنا خلصنا. بكرة عندنا لقاء، نعم الآن عندنا كويز. كويز نعطي الناس 5 دقائق أو 4 دقائق. الغير واضح الكامل غير واضح، شيء غير واضح يعني. تسلم. يلا نشوف الكويز الآن. يلا يا شباب نفس الموعد يا شباب غدا. يلا يا شباب ما يطلع في الجوال فينا خطم، ما يطلع في الجوال. خلاص نتفق على اي حال، نتفق ان شاء الله من محاضرة القدم، لكن موعدها اصلا تمت اضافتها في نفس الموعد لانه العصر انا شغال يعني. في أشياء قد تكون ما معاكم يا شباب لأن الكويزات دي أنا معدها بشكل مسبق لأنواع الصراعات ما معاكم. كيف ما معاكم؟
الله يا شباب نشوف تصحيح. اللي معاك الموجود معاك في الملخص اللي موجود في المنتدى، ملخصك الموجود في المنتدى انت مزول منه، في بعض الأسئلة موجودة ويشغل الملخص القديم ما تشتغل بها. يلا يا شباب نلتقي غدا ان شاء الله، غدا غدا ان شاء الله ان شاء الله. تسلم. ما هي أسرار؟ إيش؟ ما يطلع خلاص. اللي معاك يا أسرار الموجود في الملخص الموجود في المنتدى في أشياء محذوفة اللي درستك ليه والآن هو المطلوب مني. نلتقي غدا إن شاء الله.